ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات لبرج الجدي في شهر يونيو لعام 2020. برج الجدي عندنا شهر يونيو في حاجات كتيرة جدا، في تقلبات على ايجابيات، على حاجات كتيرة نقدر نقول لازم نخلي بالنا منها، يعني متقلب شوية. بس هيكون عندنا من يوم 21 الدنيا تتغير معانا للأفضل والأحسن. هيكون عندنا بقى فيه هدوء، يعني هيكون التوهة اللي كانت موجودة تبدأ تروق. برج الجدي بالفعل عندك حبة توهة، أو إنك مضغوط بشكل قوي جدا جدا، مضغوط من الوضع العائلي، مضغوط من الوضع المهني، مع إنه في إيجابيات، ولكن عندك في إيجابيات بس في ضغط، بمعنى إن في تحميل مسؤولية عليك بشكل قوي. يعني لو هتكلم في خطوة خطوة أو حاجة حاجة، يعني نبدأ بالوضع المهني عندك في العمل، هيكون في برستيج قوي، في قوة، في تميز في مجال العمل، لكن في مسؤوليات عليك، في إضافة شغل، شغل إضافي، ممكن تكون بتشيل شغل حد، ممكن تكون عايز تنجز حاجة بقالك كتير ما خلصتش موضوع، فعايز تخلص الأوراق اللي وراك أو تخلص الحاجات اللي وراك، فده موجود جدا جدا. عندك صربعة انك تنجز مهامك، سواء مهامك الدراسية او مهامك العملية. برج الجدي ده هيسبب لك ضغوط، هيسبب لك قلق شوية، مش هيبقى فيه راحة البال قوية يعني، ولكن عامة الوضع المهني هيكون فيه منه زيادة مادية بس على اخر الشهر. يعني الفترة الاولانية ممكن يكون فيها تعثر مادي من ناحية المادية بشكل عام. على فكرة هيكون عندك مسؤوليات بتعملها، بتخلص حاجات وراك جدا جدا، ممكن تكون كنت مطالب بهدايا خلال الشهر ده، فبالتالي الفلوس بتتاخد منك، يعني في حاجات بتشتريها كتير، فبالتالي هيأثر عليك، هيعمل لك ازمة مادية كتير، ممكن تتعرض انك تطلب فلوسك حقك، وفي نفس الوقت مش هتعرف تحصل عليه الا في الفترة الاخيرة من الشهر. فده بالنسبة للوضع المهني والوضع المادي. بالنسبة كمان للوضع المهني، في حاجة مهمة قوي، في اشخاص هيدعموك واشخاص هيقفوا معاك، وكمان بتدوروا على عامل مساند، لان كتير من برج الجدي انت بتدور على الاستقرار المهني، وبتدور على وظيفة اخرى، انك تشتغل في وظيفة اخرى، فبالتالي عايز حد يساعدك في العمل. يعني ممكن يكون في حد في نفس المجال بتاعك، فانت عايز عامل مشارك معاك او شريك تدخله معاك في الشغل ده. كتير كتير من اللي بيعملوا شغل خاص هم عندهم التفكير ده، ولكن هيكون عندك لازم نحذر من بعض الأشخاص اللي هم ممكن يكون عايزين الموضوع كله لحساب نفسهم، بمعنى ان العائد يكون بتاعهم، ان هم اللي يكونوا في الصورة، ان هم اللي جديين وشغالين وي وي وي، ولكن انت هتكره جدا الاسلوب ده. انت هيكون عندك فكرة ان احنا اتنين بنتشارك، تمام، او انا بشتغل اكتر، لو انت بتشتغل اكتر يبقى معاك حق، انا بشتغل اكتر يبقى انا اللي معايا حق، فانت عايز تتعامل بالاسلوب ده، ولكن احذر الانفعال والانفصال من الشريك بشكل عصبي او بشكل مفاجئ. لا بالعكس، لازم تمهد ولازم تتكتك قبل ما تنفصل عن الشريك في مجال العمل، او ان انت تكون منفعل او عصبي، عشان ما نعملش عداوة، والعداوة تدخل نفسك احنا مش عايزين ندخل فيها. مهم جدا جدا ده يا برج الجدي. فده من الوضع العملي والوضع المادي. الوضع العاطفي، الوضع العاطفي عندنا هيكون بالنسبة لي اللي لسه مرتبطوش، هيكون في علاقات رسمية وجدية احنا هنكون داخلين عليها، يعني ابشروا، هيكون في عروض للزواج، وكمان هيكون جاي الموضوع ده من وضع اجتماعي عائلي، ممكن يكون حد من العيلة جايبه، او هيكون من شغل جديد احنا رايحينه، او حد من زمايل حد في الشغل، يعني جاي من وضع اجتماعي او وضع مهني. برج الجدي ده بالنسبة للناس اللي هم لسه مرتبطوش، في فرصة زواج وعلاقة رسمية جدية، وعلاقة هنكون احنا مبسوطين بيها. اما بالنسبة للناس المرتبطين ارتباط في البداية، يعني لسه موضوع الزواج ما حصلش، هيكون عندك في مشادات مع الشريك تخص المستقبل، تخص مستقبلكم، او تخص اشخاص بيتدخلوا في شؤونكم. هيبدأ ان انتوا ممكن يا برج الجدي تتحملوا شوية على الشريك، وده هيكون برضه هقوله من
ضمن التحذيرات لان وضعه خاطئ جدا، فما بلاش ان احنا نتاثر بحاجات خارجيه وننفعل على الشريك. عامه الوضع هيبدا يهدى في بعد يوم 21 في الشهر عامه برضو. فيعني الوضع هيكون الشريك بقى اللي بيسمعني لبرج الجدي او اللي بيراقب برج الجدي، راعوهم شويه، عدلهم، فوتوا اللي هم بيقولوه، يعني ما ندققش على كل حاجه. برج الجدي كمان هيكون عندك يعني الاوضاع تتحسن معاك. اما بالنسبه للناس اللي هم مرتبطين متجوزين رسمي، هيكون في بعض المشادات على وضع مادي، على ممكن تكون حاجه بنجيبها نشتريها للمستقبل، او في حاجه كنا متفقين عليها في الماضي او الشهر اللي فات ورجعنا اختلفنا، فده كان موجود ولكن مش بشكل دائم. يعني اقدر اقول ان احنا بنميل الى الاستقرار اكتر، لكن في خلافات اكيد، وده شيء طبيعي ما بين اي اتنين في الدنيا. اي اتنين في الدنيا لازم يبقى في خلافات، يعني طبيعي، بس هنقدر ان احنا نعدي الموضوع. زائد ان برج الجدي اساسا احنا عندنا عقليه، بقينا بنميل لنوعية المنطق شوية، بنتعامل بالمنطق، وفي نفس الوقت بنميل الى الاستقرار ومش عايزين وجع دماغ، بس عندنا عصبية برضو، يعني ما بنخلاش من العصبية. وكمان عصبية برج الجدي هتكون عندك مختلفة الفترة اللي جاية، هتكون قابلة لحتة الانتقاد شوية، يعني هنبقى علاقتنا ممكن نقول كلام يزعل اللي قدامنا، واللي قدامنا ممكن يتقبل او ما يتقبلش على حسب نوعية البرج اللي احنا بنتعامل معاه. هتكلم على الوضع العاطفي بصورة مفصلة اكتر من كده مع علاقة كل برج ببرج الجدي. اما بالنسبة للناس المنفصلين، خلوني اقوله في الفيديو ده، بالنسبة للناس المنفصلين هيكون في علاقة جديدة، في حب جديد، في حد هيخطفنا من جديد، بس الماضي عايز يرجع، خاصة لو من الأبراج النارية. عامة برج الجدي انت متنشن دماغك في علاقة قديمة، يعني انت يمكن عايز ترجع وبتفكر كتير في الماضي خلال شهر يونيو، بس في نفس الوقت انت رافض الرجوع، عايز تاخد حقك وبس، عايز ان انت ترجع كرامتك وبس، عايز ان انت تاخد حقك مرة واثنين وثلاثة، صح ولا لا؟ عامة يا برج الجدي ده الوضع العاطفي، واتكلم عنه بصورة مفصلة. الوضع الاجتماعي بقى هقول لكم على حاجة كده، في عارفين مثل اللي بيقول يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار؟ برج الجدي بالفعل عندك العيلة بتاعتك بتتخانق مع بعض. هيكون في شهر يونيو في خلاف على ميراث، خلاف على مشكلة، خلاف على على اللاشيء حتى، يعني المهم في خلاف. بس المشكلة ان برج الجدي هيكون متأثر جدا جدا بالخلاف ده. الخلاف ما يخصكوش، لكن يخص عائلتكم مع بعض، يخص اصحابكم مع بعض، يخص اشخاص كبيرة عنكم سنا مع بعض، ولكن انتوا ما تتدخلوش وتحلوا الموضوع، لان انتوا لو حليتوا الموضوع الناس هيسيبوا كل الخلاف ويمسكوا فيكم انتوا، يمسكوا في الكلمة اللي انتوا بتقولوها، اللي هو يعني ما تحشروش نفسكم، لان انتوا اللي في الاخر هتتضروا. فده مهم جدا جدا. الوضع كمان الاجتماعي، اشخاص لازم نحذر منهم قوي قوي قوي، لان هيكون حاسدينك بشكل قوي، او وبالذات مرأة برج الجدي في امرأة زيك حاقدة عليكي بشكل قوي، تكاد تكون ممكن تكون بتسحر لك او بتأذيكي. وعلى فكرة كتير قوي قوي من برج الجدي، وانا على ثقة من اللي انا بقوله، ان 70% من برج الجدي بتحلموا احلام مش لطيفة، ممكن تتخيلوا شيء، واحلامكم عبارة عن اشياء معينة. فلازم نخلي بالنا قوي قوي من الحاجات اللي من النوع دي، ولازم نشتغل على حلها، لان لو احنا استمر بينا الوضع ده هيأثر علينا في الوضع المهني، ويأثر علينا في الوضع العاطفي، وبيعمل لنا وقفة حل في حاجات كتير قوي قوي، ويخليك انك مش طايق بعض الاشخاص، وانك تكون بتتذمر معاهم في طريقة التعامل. مهم جدا جدا النقطة دي، والله مش كلام وخلاص. برج الجدي بالنسبة لرجل الجدي عندك امرأة برضو، بس المرأة معاك انت يمكن كانت رايدك ومعرفتش طولك، فبالتالي بتأذيك بطريقتها بقى. عامة برج الجدي كمان ده من خلال الوضع الاجتماعي، ومش عايز ارغي فيه كتير. برج الجدي عندك كمان في انت بتعقل اكتر، بتتعامل بموضوعية اكتر، عندك حكمة في الامور، عندك بعض العصبية، عندك تسرع في الحكم والقرارات، والتسرع ده ممكن يوقعنا في مشاكل كبيرة، لازم نخلي بالنا. لكن هيكون عندك كمان فكرة انك عايز تستقر، يعني كتير عايز يعمل مشروع زواج،
عايز ان احنا نحسن علاقتنا مش عارف بمين، عايز نظبط حياتنا، وده اللي هيخليك يمكن تكون عصبي مع الشريك، ان انت عايز تعمل المستقبل جدا. برج الجدي هيكون عندك اخبار ساره جدا كمان، يعني اخبار ساره ممكن تكون حاجه مكافاه، شيء انت كنت نسيته هتلاقيه ان هو بيرجع بحاجه قويه، حاجه مميزه، حاجه كنت مقدم عليها هتلاقيها جت، يعني من النوعيه الموضوع ده. موضوع الصحة النفسية هيكون عندنا متقلب، يعني مش على طول هيكون إيجابي، لا عندنا إيجابية بس بصورة أكبر، لكن في بعض الأيام اللي ممكن نفسيتنا تتأثر بشكل متخلينا، هو ده اللي هيكون سبب عصبيتنا. الصحة الجسدية برج الجدي، أنت كتير بقيت تحافظ على نفسك، بقيت أن أنت عايز تهتم بجسمك، تهتم ببشرتك، تهتم بشعرك، الحاجات دي كلها مهمة جدا، ولكن فكرة النفسية شوية ممكن تسبب لنا إرهاق، تسبب لنا بعض الكسل، تسبب لنا وجع في الظهر، وجع في الفقرات، وجع الفقرات ووجع العظم والظهر، ده بيجي على فكرة من فكرة الاكتئاب او الزعل، فلازم نخلي بالنا قوي قوي من الموضوع ده. استنوا فيديو التحذيرات لانه هيكون مهم جدا، وطبعا بعتذر على التطويل، ولكن بتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.